السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب وفي احسن حال. ثلاث ابواب اياكي تفتحيهم على نفسك في حياتك مع زوجك. لو باب منهم اتفتح مش هتعرفي تقفليه الا بطلوع الروح. اول باب، باب الشك. لو باب الشك اتفتح ما بينك وما بين زوجك، عمرك في حياتك ما هتعرفي تقفليه الا اذا كنتي مسكتي دليل او في بينه او في حاجه تستدعي ان انت تقولي هو دي حصلت ليه او حصلت ازاي او تشكي حاجه خليتك تشكي. لكن طول ما فيش اي حاجه واضحه وصريحه وحاجه حصلت فعلا، اياكي تاخدي الشك هزار، اياكي تعملي نفسك قال يعني انا هشك فيك علشان ما تقربش، مش اوعى ما تقربش من الحاجة اللي انا خايفة منها. بالعكس، انت يمكن كمان تفتح عينه على حاجات هو ما يكونش واخد باله منها. ممكن تخليه يعمل حاجات بالعند فيكي، ممكن تحلي حاجة في عينيه من غير ما يكون هو في دماغه اصلا. فبلاش باب الشك تقربي. تاني باب، التطاول والتجاوز. لو مرة تجاوزتي مع زوجك او شتمتيه او تطولتي عليه او حاولتي تهنيه، هتبقى دي الطريقه العاديه ما بينكو السائده. الرجاله ما بتستحملش اهانه من بعضها كرجاله، راجل لراجل، صحاب مع بعض ما بيستحملوش اهانه، ما بيحبوش يتهانوا، ما بيحبوش حد يتطول عليهم. تخيلي انت لو زوجك حاولتي تتطولي عليه، ظن منك ان انت ده انا متعصبه، ده انا منهاره، ده انا عايزاه يحس بقيمه الحاجه الوحشه اللي عملها فشتمته. ايه يا نهار ازرق، استغفر الله العظيم، شتمتيه؟ حته ان انت تشتمي راجلك، بصي انا ما اجيبها لك زي راجلك، دي هتموت مشاعر كتير من ناحيته ليكي. باب التطاول والتجاوز والشتيمه وعدم الاحترام الكافي لو اتفتح، غالبا يا هتبيتي بعلقه وتصبحي بعلقه او حياتك هتبقى جحيم، يا اما هو هيتجنبك ومش هيحس معاكي ان هو عنده شخصيه، وهيحاول يحس يلاقي شخصيته بره، او خلاص انا مش عايز اتكلم معاها، مش عايز اصلا يكون في بينا حوار. تالت باب، وده باب مهم جدا، لو انت فتحتيه ما بينك وما بين زوجك، هتحسي ان الحياة بقت باردة ملهاش طعم ولا لازمة. باب الاهمال. لو اتعودتي تهملي زوجك، تلاقيه تعبان ما تسأليش عليه، اصله عمل معايا السنة اللي فاتت موقف ضايقني، فلازم احسسه باللي هو عمله ده. لو كنتي شخصية ممكن تهمليه في احتياجاته وواجباتك وحبك ليه واهتمامك فيه، كل الكلام ده، لو الباب بس باب الاهتمام قل او باب عدم الاهتمام اتفتح، انت حياتك بالتدريج هتبدا يبقى فيها فتور ما بينك وما بين زوجك. يمكن في ابواب كتير جدا، بس دول اكتر تلات ابواب لو قربت لهم حياتك هتبدا تخرب بالمعنى الحرفي. احنا بنتجوز علشان نعمل عيله، نعمل اسره، يبقى في اب وام واولاد، مش عايزين شحطات، مش عايزين طلقات، مش عايزين محاكم، مش عايزين كل يوم والتاني واحده تغضب، مش عايزين فرجه، مش عايزين نفرج الناس علينا. انت بتتجوزي عشان ترتاحي نفسيا وهو يرتاح نفسيا، تلاقي شخص يحبك ويدلعك وتدلعيه، تقولوا كلام حلو، يا ستي ما بتقولوش، تبقى عايشه في حياه مستقره. لو اتنزلتي عن الحياة المثالية اللي نفسك فيها، مش هتعرفي تعيشي الحياة الأدمية المتاحة بأقل حاجة. احنا لما بنحط أهداف عمرنا ما بنعملها كلها أو ما بنوصل لهاش كلها. انت كان في مدرس كده عندي في الثانوية العامة بيقول لي لو انت حطيتي لنفسك هدف انك تجيبي 90% هتجيبي 70، لو قلت هجيب 80% هجيب 60،
فاحنا عمرنا ما بنعرف نوصل للأهداف اللي احنا حاطينها لنفسنا بسهولة، نادرا، ده بتوفيق الله. فدايما حاولي تحطي المثالية في حياتك كلها عشان لما تيجي تنفذي تنفذي العادي الطبيعي المتاح اللي يرضيكي حد منك. يا رب اكون فدتكم الفيديو ده، متنسوش تعملوا سبسكرايب على القناة. وعلشان البنات اللي كانت بتقول لي فين النقاب، فين براند رانا اللي انت عملتيه، انا عملته ونزلت الفيديو ونزلت الصور ونزلت الاسعار ونزلت العروض اللي انا عاملاها، وربنا يوفقنا كلنا والبسكن الله من لباس اهل الجنة. السلام عليكم.